دعاء تفضلي بابا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اذا ما بيها زحمه سيدة، انا سمت ينصالي اريد اتصل عليكم، ما جاي اوصل اتصالي، اريدك تدعي لي لان احب شخص نجمعنا سوا. يعني تحبين واحد، تريدين الله سبحانه وتعالى يجمعكم تحت سقف واحد ان شاء الله تعالى بالحلال. ان شاء الله وبالحلال. بالحلال ان شاء الله. واذا ما بيها زحمه، اكو امي جاي كذا علي، يعني دون كذا علي، واريد اعرف يعني الله يعني معاقبني بهذا السبب. انت تاذين انت تاذين والدتك، تاذيها يعني، ليش تدعي عليك؟ لا والله ما مأذيتها، بس لين احب شخص، ويعني لين ما اتزوج من وقت ارفض كل اللي يجي، وها يعني هذا السبب. زين، من اللي جاي يمنع هذا الزواج؟ منو؟ والدك ولا والد؟ اهل الولد، والله هو يقول لي اهله ما يقبلون. اعرف صدق كذب ما اعرف. فاذا اهله ما يقبلون، طبعا انت الان اقطع التليفون حتى انا اتكلم معك ليروح رصيدك. ما عندي وقت، خلي دعاء اتكلم عن قضيته. بابا دعاء، شوفي الحب طرفين، لما عندك علاقه لازم هو ايضا عنده علاقه، مو هو زاهد بيك، هو يتهرب. قلتك انت تقولين ما ادري يمكن اهله ما يقبلون او هو ما يريد، فشوفي اذا هو زاهد بيك، يعني هو ما عنده علاقه فيك كثيره، وهو في الواقع الحال ورطكي بعلاقه، وهو الان يريد يتنصل، فانا ليش اجي اورط نفسي وادخل نفسي بحياته، وفي النهايه راح للاسف يصير نكد ويصير حياه تعيسه. انا ارجو الله، ارجو الله سبحانه وتعالى، وكل المشاهدين هم خلي يدعون، اللهم بمحمد وآل محمد ارزق اختنا الاخ الدعاء زوجا صالحا، ان كان هذا الرجل زوجا صالحا ويريحها ويسعدها على كتاب الله وسنة، يا ربي وفقها لذلك، قولوا آمين. وإن كان هذا الرجل سبب تعاسة وسبب شقاء لها، يا ربي أخرجه من قلبها، قولوا آمين. أحسنتم، الله يطلع من قلبك إذا كان هذا الرجل مو جدير إلى محبتك. بس عموما بنتي حاولي تكونين موضوعية وواقعية، لتعيشين الأحلام والأوهام. كثير ممن سرقوا قلوب الفتيات وهيمنوا على قلوب الفتيات، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك تركوهن في مشاعرهن الكاذبة ويعانين الكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى لا تكوني أنت إحداهن.